ورحمة الله وبركاته. مرشح جديد يعلن خوضه انتخابات الزمالك القادمة. كشف دكتور حسام المندوه الحسيني عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق عن موقفه من الترشح في انتخابات النادي القادمة. هذه الانتخابات والتي سيتم فتح باب الترشح لها يوم 4 سبتمبر القادم على أن تجرى يوم 20 أكتوبر القادم لاختيار مجلس إدارة جديدة. وأعلن حسام المندوه الحسيني عن خوض انتخابات نادي الزمالك القادمة مؤكدا عن رغبته في خدمة النادي في مثل هذا التوقيت الحرج، ولم يعلن عن المقعد الذي سيخوض عليه الانتخابات قائلا في بيانه أنه سيعلن قريبا عن هذا المقعد. وأشار إلى قراره هذا لخدمة الكيان، وأنه منذ كان في لجنة الكابتن حسين لبيب وهو يتابع كل أخبار النادي وعلى علم بكل ما يحدث وعلى علم بكل الأزمات، وطلب من الآن البحث عن حلول لمشاكل النادي دون البحث عن المتسبب في هذه المشاكل، لأن البحث عن المتسبب مضيعة للوقت الآن. فعلا كلامك مظبوط، وكونك كنت في لجنة الكابتن حسين لبيب يبقى انت هتدخل تحت قائمة حسين لبيب. بس حد يقول لنا معلومة، بس هو الكابتن حسين لبيب امتى لبس شورت وفانيلا او لبس كوتشي ولعب في الملعب؟ يعني كل اللي يتكلم يقول الكابتن حسين لبيب الكابتن حسين لبيب. فاللي شافه بيلعب مرة يقول لنا يا اخوانا، علشان بس معلومة نعرفها يعني نستفيد. الكابتن ده بقى كابتن من منين بالظبط؟ بس علشان للمعرفة. وياريت اللي يقول بلاش كلمة كابتن، لأنه هو كبر خالص على كلمة كابتن دي.